يسأل عن حكم رجل قال لزوجته اعتبري نفسك مطلقة، هل هذا يقع طلاق أو لا يقع؟ أقول وبالله التوفيق، هذا راجع إلى نيته، لأن هذا اللفظ يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون مريدا أنني سأعاملك معاملة المطلقة من ناحية الهجران أو الإهمال، أو ابتعدي عني لا تكلميني كأنك مطلقة، ويحتمل أنه يريد الإنجاز وأنها طالق، ففي هذه الحال لا بد من الرجوع إلى نيته. ماذا تقصد بقولك اعتبري نفسك مطلقة؟ إن طلاقا وقع، وإلا فعلى حسب نيته.